احن عاوزتك ليه؟ عايزه اكل لحمه راس. لا عايزه راس ضاني. راس ضاني؟ ايوه، وعايزه معاها جوهره ولسان وطاجن عكاوي بالبصل. لا لا الا الله. وانت عم مؤمن عاوز تاكل ايه؟ انا عايز مخاص. مخاصي؟ ترى ايه يا اخويا؟ ما سيب الواد ياكل اللي هو عايزه. طب بس النبي يا الله يرضى عليك. هو مر بهواه. شوف يا معلم ياكلوا ايه، وهات الاخ ده مخاص عشان معلم مؤمن عاوز يلم عظمه. بص بقى، انا عايزه راس ضاني وجوهره ولسان وطاجن عكاوي بالبصل بس توسع. وانت يا باشا اجيب لك ايه؟ يا حماه وانا شايف اكل براحه. اقول لك ايه؟ طيب يلا يا عم اتكل على الله. يا بنت اللي انت بتعمليه ده، طاجن عكاوي ايه وبصل ايه؟ بدل ما تقولي لي تعالى عرب اكلني سوشي. سوشك؟ ايه يا اخويا السوشك ده؟ البلدي يوكل. سوشك؟ يا بنت سمك ني و... قصدك يعني فسيخ ورنجه؟ طب يا اخويا ما تقول، اخدك في يوم بقى عند فرج بتاع السبت اكلك فسيخ ورنجه وبصل اخضر وبصل احمر واروق عليك جامد. بس يا حنان تروق عليا ايه؟ هي فعلا عاميه. هي مين دي؟ مرايه الحب. فين الاكل يا عم؟ احلى مخاصي البهوات. هات له يا عم مخاصي عشان هدور فين الضرب. هات يا عم. قول يا اخويا مخاصي. ما تجيب لي كوبايه ويسكي. تحت عمري. الويسكي ده بقى ميه السلطه بتاعه الغلابه، بيعملوه هنا عسل، تشرب احلى ويسكي. شرب يا اختي بقى الفانوس. شف بس بقى، نفسي مفتوحه. كل اخويا. تسلم ايدك. تدوق بس بقى الفانوس. شف يلا. والله هتندم. تحيا لي عم. ايوه يا عمر. في اتنين مستنين حاجه جوه. انا فهمتهم ان حاجه في دكتور ميه، قاعدين مستنينك في المكتب. طيب شوف شغلك انت. يلا ماشي يا حاج. شكه صوت. اهلا وسهلا. ده المغلق نور. يا مرحبا. اهلا. اتفضلوا. يا مرحبا يا مرحبا. امورهم ايه؟ النور ده ايه؟ النور ده فاكرنا ولا الثلاثين سنه اللي فاتوا غيروا شكلنا يا عبد رب ونسيتنا؟ انساك ده كلام على راي ست ام كلثوم. ده انا شامم ريحتكم اول ما عديتوا المغربلين، أول ما خططوها. وبعدين حد ينسى ريحة الجياشين؟ ده أنا نايم في حضنها طول الليل. احنا برضو قلنا أول ما دخلنا المغربدين لازم نيجي مكاننا بغلى أبونا. آخر واحد سنانه دي مغلباه، بس بيقول لك القرنفل ده له مفعول السحر. خد عطر بقك، عطر بقك. يا سلام. سبحان الله. الله يرحم ابوكم. الله يرحمه ويحسن اليه. هو باع المغلق لاختكم، واختكم بعتهولي حتى اليافطه بتاعت الجياش. انا شلتها وحطيت يافطه تعبت ربنا. وهو ده اللي احنا جينا علشانه، يافطه ابونا. يافطه ابوكم؟ يعني انتوا جايين من الخليج تذاكر وطيران عشان اليافطه؟ طب ما كنت تقولولي، كنت شحنتها لكم على طول. احنا جينا عشان نقول لك ان اسم الجياش راجع من تاني المغربلين. والله ايه؟ الله صحيح، مش تبارك لنا خير؟ مش احنا خدنا المحلات اللي في عمارة كمال ابو الدهب، وبعون الله هنفتح اكبر مغلق خشب فيك يا مصر ان شاء الله. يلا بينا يا اخويا، يلا بينا عشان نسيب المعلم يرتاح في مغلقه. حق. أنس وشرفت. ما شلتوش حاجة. صلى فيكم. كل عام تراوس. يلا. حاجة حاجة. والله عم مؤمن. خد يابا. خد. يا لهوي على الويسكي وجماله. يا لهوي. حاج. حاضر يا حاج، مسافه السكه ابقى عندك حالا يا حاج. حالا. بالسلامه. 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 ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ هي دي بقى الخروجه اللي انا بستناها من اسبوع للاسبوع؟ يا بنت ده اكل عيش. اعمل ايه يعني؟ طب اقول لك حاجه بس ما تزعقش. قولي. انت كنت قايل لي بعد ما نخلص هتاكلني قنبله. قنبله ايه يا حنان؟ انت مركبه معده بلاستيك، كل الاكل ده عايز تاكل قنبله. يا اخي نفسي مفتوحه. الله. خلاص اكلت قنبله بس تاكلوها في العربيه انت ومؤمن. الحساب يا اسطى. كل يا واد بسرعه عشان هنمشي. كل بسرعه. خلص واد نص كيلو مقاصي ازز فيهم وهو ماشي. ده انتوا اللي يخرج معاكم تاني على تفصح. ربنا يجعله عامر يا رب. يا عرب يا ابن مجده. خد يا حبيبي تعالى خد حسابك.
خد يا عم. خد يا عم. طب ينفع يلف لنا الباقي ناخده في البيت؟ يا عم الباقي يا عم يلا. اكله مع ابويا. ايه يا رامي؟ ايوه يا انغام. في ايه؟ انت فين؟ انا في زوم ميتنج مع اكبر شركه تداول اوراق ماليه في الخليج. بص تعالى لي بسرعه، انا لوحدي والعربيه عطلانه في طريق سقاره. يعني ايه اجيلك دلوقتي؟ طب ما تطلبي اوبر. لا بصي انا لازم اقفل دلوقتي عشان زوم ميتنج وبقالي فتره عامل ميوت. انا ساعه كده وهكلمك. يلا يا انغام بقى، باي باي. باي يلا. يا ابني كنت فين يا عرب؟ شفت ال عرفت كل حاجه. طب وايه الحل دلوقتي؟ انا مش هسيب الجياشين يركبوا على كتافي. المشكله مش في الجياشين، دول على قد الايد اولهم زي اخرهم. المشكله في الراجل الخارجي اللي هم طلعوا شغالين معاه واللي بيديهم الفلوس، ولا يديهم الخشب الصيني اللي خدوه مننا. طب والحل ايه؟ مفيش الا حل واحد يا حاج، ندق على السخن. الخشب يطلع من مينا ما يوصلهمش، واللي ما خدناهوش بالفلوس ناخده بطريقتنا احنا. ساعتها اللي بيمولهم هيقول لك بس ريحهم بقى، العالم دي لا بتوع شغل ومش على قد السوق، ما يقدروش يحموا مالي. يطلعوا قدامه سلطه ملط ويقول لهم تشكر ما ينحرمش. حلو قوي. عارف لو عملت ده هتبقى بكر بجد. يعمل ايه؟ هو انت هتعرف تاخد الحموله بتاعتهم من المراكب؟ واحد الواحد. سكه ابو زيد كلها مسالك. الو. ايه بابا؟ ايوه يا رغام. خير يا حبيبتي؟ بابا انا لوحدي والعربيه عطلانه في طريق سقاره. طب خليكي زي ما انت، ما تتحركيش، هبعت لك عرب. يلا سلام. بقول لك ايه؟ امر حاجه. عربيه من غير عطلانه، كلمها في التليفون يعرف مكانها فين بالظبط وروح لها. حصل. يلا. يا عم مش كنت رحت لها هنا بدل ما تبعت عرب الغريب؟ انت مش هتعرف تتنيل تتصرف، وبعدين ما اسمعش صوتكم انتوا الاثنين. انتوا نايمين على ودانكم، لا عارفين ان الجياشين رجعوا ولا عارفين انهم بقى شركة مع الراجل اللي استغفلكم وخد الخشب. عامل فيكم ايه؟ يمين بالله العظيم لولا انكم من دمي انا كان ليا صرفه تاني معاكم. دوري كده عسل. اخويا الدباح اللي ما بيعتمدش حد ولا ايه يا ابلو؟ تمام كده يا ست البنات؟ تمام يا عرب. يلا يا محسن خد العده وده العربيه الثانيه. ها؟ ايه يا عم انت تعبان وليه ما تخلص؟ وماله بحاول. تعرف اني طول عمري بقول عليك ذكي، وخساره انك ما كملتش تعليمك يا عرب. يعني اللي اتعلموا خدوا ايه؟ كلها محصله بعضها. تعليم مهم قوي على فكره. الحاج بقى الله يبارك له، والله صمم اخد الثانويه، بعدها انا استكفيت، قلت اخد الشهاده اعمل بيها ايه؟ ما عنديش مكان اعلقها فيه. لازم تكمل تعليمك، دي الحاجه الوحيده اللي هتنفعك في الدنيا. ربك بيسرها. سؤال بقى ست البنات، بما انك شغاله في السياحه. هو الاهرامات وابو الهول حلوين كده زي ما بيطلعوا في التلفزيون؟ انت ما شفتش الاهرامات قبل كده؟ اقسم بدين الله ما حصل. طب ليك عليا يوم اخدك واوريها لك يا عرب. طب سؤال تاني معلش انا اسف، حقك عليا. ابو الهول فعلا ملوش مناخير ولا حد عمل عليه واحده وطيرها له؟ ايوه حد عمل عليه واحده. ويلا بقى وكفايه اسئله عشان ما تعملهاش معانا تاني. طب خليها تعملها كده وانا اوريك اعمل عليها نمره ازاي. لا تعالى معايا قبل بعد اذنك. يا جدعان ده حتى ما اعتذروليش ولا قدرونا يا جدعان، هو في ايه؟